المحاسبة في قطاع الفنادق والمستشفيات. هندرس المحاسبة حاليا. المحاسبة في قطاع المستشفيات. أولا، أنواع الأنشطة العلاجية. الأنشطة اللي بتستخدمها أي منشأة بيبقى نوعين من الأنشطة. نمرة واحد، الأنشطة التشغيلية اللي بيطلق عليها الأنشطة الفنية، ودي أنشطة بتمارسها المستشفيات فقط، يعني ما ينفعش أي وحدة تانية، أي منشأة تانية تستخدمها أو تمارسها، زي النشاط اللي يطلق عليه تقديم الرعاية الطبية مختص فقط في المستشفيات. يبقى الأنشطة التشغيلية أو الأنشطة الفنية هي أنشطة تمارسها المستشفى فقط ولا تمارسها أي وحدة أخرى مثل تقديم الرعاية الطبية. طب النشاط التاني هي الأنشطة الإدارية أو يطلق عليها الأنشطة المعاونة، ودي أنشطة بتستخدم عن طريق إنها تساعد النشاط الأساسي اللي هو النشاط التشغيلي، النشاط الفني، عشان يؤدي مهامه، زي لما أتكلم على نشاط التغذية أو نشاط الصيانة أو نشاط المغسلة أو النشاط في إدارة الحسابات. أنشطة كثيرة متنوعة يطلق عليها الأنشطة الإدارية، هي أنشطة معاونة للنشاط الأساسي أو النشاط التشغيلي اللي هو في المستشفيات يطلق عليه تقديم الرعاية الطبية. طب لما نيجي نتكلم بقى على حاجة تانية خالص يطلق عليها الوظائف العلاجية. الوظائف العلاجية وفقا لأقسام المنشأة اللي هي بنتكلم عليها اللي هي المستشفى، ايه؟ عندنا قسم الاستقبال اللي هو بيستقبل المريض. نمرة اتنين، قسم اسمه قسم الداخلي اللي هو بيهتم بالغرف الداخلية اللي بيقيم فيها المريض. نمرة تلاتة، أقسام أخرى متعددة زي قسم التغذية. نمرة أربعة، لو في عيادات خارجية. نمرة خمسة، قسم صيدلية. أقسام كتيرة متنوعة في المستشفيات. احنا هنركز على بعض الأقسام، نعرف ايه الوظائف العلاجية أو الفنية اللي بيقدمها كل قسم من الأقسام دي. فلما نبدأ فنيا الأول بقسم الاستقبال، هو قسم طبعا بيعمل حلقة وصل بين المريض لما بيوصل المنشأة والأقسام الإدارية الأخرى المتعددة داخل المستشفى. طيب ايه الوظائف اللي بيقوم بيها قسم الاستقبال؟ يا إما بيحصل عنده مرضى من العلاج الخارجي اللي هو يقصد بيها مرضى من الطرف الخارجي، أو مرضى من العلاج الداخلي اللي هم بيقيموا في المستشفى. العلاج الخارجي هو شبه العيادات الخارجية اللي هو المريض بيتعالج فترة زمنية بسيطة، بيبدأ يعمل كشف معين ويبدأ يخرج. فاحنا بنعمل له وظائف متعددة زي نمرة واحد، الحصول على طلب الخدمة من المريض، هو عاوز يعمل كشف طبي عن ايه بالظبط. نمرة اتنين، بنعمل له ايصال نقدي او نشوف خطاب التحويل النقدي بتاعه لو هو بيتعامل مع شركة معينة. نمرة تلاتة، بعمل له بطاقة مواعيد وكارت متابعة مريض. يبقى دي هي الوظائف الأساسية اللي بنعملها لمرضى العلاج الخارجي. بس الوظائف اللي بنعملها لمرضى العلاج الداخلي بتختلف نوعا ما، إن المريض ده إحنا بنعمل له خطاب تحويل عشان يقيم في المستشفى، لأن يبقى قسم الاستقبال هنا هيستقبل المريض، هيقوم بعملية معينة، عملية جراحية، هيقعد فترة في المستشفى. يبقى تقديم المريض لخطاب تحويل من طبيبه، الطبيب اللي بيتعامل معاه، أو من الشركة اللي بتتعامل مع المستشفى، بيقدمها إلى قسم الاستقبال. قسم الاستقبال هيبقى دوره أو وظيفته إنه يحدد الغرفة اللي هيقيم فيها المريض، بيحامل له بطاقة اسمها بطاقة الدخول، بيعمل له كارت متابعة للمريض. يبقى دي وظائف بيقوم بيها قسم الاستقبال. وطبعا في الآخر لما يجي يمشي بنعمل له بطاقة خروج بيها التقارير الطبية بتاعته والموقف النهائي. طب لو اتكلمنا عن قسم تاني اللي هو قسم الداخلي، القسم الداخلي ده اللي هو الخاص بالغرف وإقامة المرضى فيها. طبعا ده بيهتم بالإشراف على حسن وتنسيق الغرف، نظافة الغرفة، الصيانة ومتابعة صيانة الغرفة، ونجهز المستلزمات الخاصة بأي غرفة من الغرف اللي هيقيم فيها المريض. قسم ثالث هنتكلم عن قسم التغذية، وقسم التغذية ده أكيد بيهتم بالإشراف على إعداد وتقديم الأطعمة والمشروبات للمرضى والمرافقين. نمرة أربعة، لو اتكلمنا عن قسم العيادات الخارجية، ده قسم بيهتم بتقديم خدمات الكشف الطبي، التحاليل الطبية، الأشعة، إعداد تقارير المعامل والأدوية اللي بيحصل عليها المريض. كل ده بيطلق بالعيادات الخارجية اللي هو بيتعامل معاها المريض
لفترة وجيزة، فترة بسيطة، ويبدأ يتعامل لكشف مؤقت. في خامسا قسم الصيدلية، والقسم ده هو المسؤول عن الأدوية بكافة أنواعها، واللي هو بيقدمها للمريض وإزاي بيحصلها، هل بيحصلها تحصيل مادي ولا بيحملها على حساب المريض. احنا اتكلمنا كده عن أنواع الأنشطة العلاجية، واتكلمنا كده عن الوظائف لبعض الأقسام اللي موجودة في المستشفى. عاوزين نتكلم عن أهداف إعداد دورة المستندية. أهداف إعداد الدورة المستندية، نمرة واحد، لو اتكلمنا على القسم الداخلي، ايه الهدف الأساسي اللي عندنا؟ إن أنا أعمل رقابة. القسم الداخلي اللي اتفقنا إن هو بيتكلم على الغرف وصيانتها والالتزام وتحديثها ونظافتها. القسم الداخلي ده الدورة المستندية، اللي هي المستندات اللي احنا بنعملها، ايه الهدف منها؟ ان انا اعمل رقابة داخلية على الايراد اللي بيجي من اقسام الاقامة بتاعتي في الغرف، احدد ايه هي الغرف المشغولة، يعني اللي فيها مرضى، وايه الغرف غير المشغولة. اعمل مطابقة للبيانات مع قسم الاستقبال وقسم الحسابات، يعني لازم ارجع لقسم الاستقبال اشوف هل تم تسكين عدد من المرضى في غرف معينة، واشوف قسم الحسابات كل مريض في غرفة معينة ليه مبلغ معين، عليه حساب معين، لازم نبدأ عاملين عملية مطابقة للبيانات. نمرة أربعة، تحديد سياسة التسعير والمسموحات، اللي هي أسعار الإقامة في غرفة في المستشفى، وهل في خصم أو مسموحات معينة ولا لا. يبقى في أهداف، وأنا بعمل الدورة المستندية الحسابات بتاعتي لازم أكون شغال عليها ومهتم بيها في القسم الداخلي. لما نيجي نتكلم على قسم تاني وهو العيادات الخارجية، احنا هنتكلم عن بعض الأقسام في المستشفى، طبعا مش كل الأقسام، هنتكلم مثلا عن القسم الداخلي زي ما قلنا في نمرة واحد، هنتكلم عن العيادات الخارجية، هنتكلم عن قسم التغذية. بعض الأقسام اللي بنعمل لها دورة مستندية، بيتعمل دورات مستندية متعددة في المستشفى. نمرة اتنين، العيادات الخارجية، الهدف الأساسي إن أنا أعمل رقابة داخلية على الإيرادات اللي بتحققها الكشوفات من العيادات الخارجية. نمرة اتنين، أعمل مطابقة للبيانات من قسم الاستقبال والحسابات، إدارة الحسابات. نمرة تلاتة، بحدد السياسة اللي بيبقى فيها الأسعار اللي بتدفع في الكشف الطبي، والمسموحات أو الخصم اللي بيحققه أو المسموح بيه إن هو يتنفذ في أي سياسة تسعير داخل العيادات. طب قسم تالت وهو قسم التغذية، هنحدد تكلفة الأصناف اللي هي تكلفة الوجبات اللي بتقدم للمرضى أو للمرافقين. بيانات هنعمل لها عملية مطابقة مع إدارة الحسابات، هتأكد إن جميع الوجبات اللي تم تقديمها للمرضى أو للمرافقين دخلت إدارة الحسابات عشان نشوف الإيراد بتاعنا قد إيه. أتأكد من حصول المريض على كافة الخدمات الخاصة به قبل مغادرة. طب لما نيجي بقى بعد الجزء النظري اللي اتكلمنا فيه عن الأنشطة العلاجية والوظائف وأهداف الدورة المستندية، لو عاوزين نبدأ نتكلم في صورة عملية شوية نوعا ما، الإدارة بتاعة الحسابات في المستشفى بتعمل يوميات فرعية ويومية عامة. إيه هي اليوميات الفرعية اللي بتستخدمها أي منشأة مستشفى؟ إيه هي اليوميات الفرعية اللي بتستخدمها المنشأة؟ بتستخدم يوميات فرعية متعددة من أمثلتها، هنذكر بعض الأمثلة: يومية المشتريات، يومية المقبوضات اللي هي المتحصلات النقدية، يومية المدفوعات، ويومية المصروفات النثرية زي المصاريف المتنوعة، مصاريف الانتقال، مصروفات نثرية يطلق عليها يومية فرعية أخرى مصروفات نثرية، وفي يوميات كتيرة غيرها زي يومية مردودات المشتريات، يومية المبيعات، يومية مردودات المبيعات، يومية أوراق الدفع، يومية أوراق القبض. احنا مش هنركز على كل اليوميات، احنا عاوزين ناخد بعض اليوميات المبسطة اللي يطلق عليها يوميات فرعية. دي اليوميات الفرعية اللي بتسجل فيها البيانات الفرعية لكل بند حسب ما تقرا في بيانات المسألة، وبعدين بنجمع الكلام ده كله بصورة إجمالية داخل اليومية العامة اللي هي اليومية المركزية. ناخد مسألة مبسطة على الكلام ده. المسألة الأولى، تمرين: تمت العمليات الآتية في إحدى المستشفيات خلال الأسبوع الأول من شهر يناير. مديلي مجموعة من البيانات: 1 يناير و2 يناير و3 يناير. مدي لي عمليات، عاوزين نقرا كل عملية من دول ونشوف هل العمليات دي بتأثر داخل أهله يوميا. احنا اتفقنا عندنا يوميات فرعية كثيرة زي المشتريات، زي المقبوضات، زي المدفوعات، زي يومية
المصروفات النثرية. قبل ما هنقرأ المطلوب نقرأ المسألة الأول، بعدين نقرأ نشغل كده دماغنا ونعرف هل اليوميات البيانات دي بتؤثر على أهن يومية فرعية. نمرة واحد، 1 يناير تم شراء 1000 وحدة من الصنف ألف، سعر الوحدة 6 جنيه من المورد أحمد. نمرة 2، سداد قيمة أدوات كتابية 2000 جنيه من خزنة المصروفات النثرية، متوضح أهو. في 2 يناير حصلت عملية واحدة، شراء 1400 وحدة من الصنف ب، سعر الوحدة الواحدة 10 جنيه من المورد سامح. يوم 3 يناير حصلت عمليتين، سداد قيمة المصروفات بتاعة السفر والانتقالات 1000 جنيه، بس سددت منين؟ من خزنة المصروفات النثرية. وفي عملية تانية تسديدات للموردين اللي هم الدائنين أو اللي بيوردوا لي حاجة معينة وبدفع فلوسها، 16000 جنيه بشيكات. يعني في المسألة ده هي لو طلب مني ان انا اعمل يوميات فرعية، يوميات فرعية زي ايه؟ ادينا امثلة كثيرة عليها، ليومية المشتريات، يومية المقبوضات، يومية المدفوعات، يومية الخزنة، المصروفات النثرية. انا هشوف المطلوب واشتغل على اساسه بالظبط، ما زودش حاجة بره المطلوب. لو نقرأ المسألة كمان مرة كده، وكل بيان من ال5 بيانات اللي قدامي في ال3 تواريخ دول في تمت 5 عمليات، عاوزين نعرف كل عملية من العمليات ده هي بتؤثر على أهن يومية فرعية. نقرأ نمرة واحد كده، نقرأها مرة تانية. شراء 1000 وحدة من الصنف ألف، سعر الوحدة 6 جنيه من المورد أحمد عبد الرب. الألف سعر الوحدة 6، يبقى أنا اشتريت أصناف اللي هو الصنف ألف ده هي تعادل 6000 جنيه، ضربنا الألف في 6. طب لما أنا اشتري من المورد أحمد عبد الرب ده أصناف تعادل قيمتها 6000 جنيه، ما دفعناش قيمة المبلغ ده لأن هو ما جابش سيرة إنه تم السداد نقدا، هو يبقى هنا دفعنا اشترينا سلعة أو اشترينا صنف من أحد الموردين يعادل قيمته 6000 جنيه. يبقى اليومية ده هي اللي بتأثر عليها، بيقول لي شراء 1000 وحدة، يبقى أنا بشتغل على يومية المشتريات. يبقى المبلغ الأولاني في العملية الأولى اللي هي 6000 جنيه بتؤثر على يومية فرعية تسمى يومية المشتريات. طب نقرأ البيان التاني، سداد قيمة أدوات كتابية ب2000 جنيه من خزينة المصروفات النثرية. واضح جدا كده ان انا بشتغل على اهنه يومية فرعية دلوقتي، يومية خزينة المصروفات النثرية، تم سداد مبلغ من داخل الخزنة ده هي. يبقى اليومية الفرعية اللي هشتغل عليها هنا هي يومية خزينة المصروفات النثرية. طب يوم 2 يناير حصلت عملية، نقرأ العملية كويس قوي. شراء، نركز كويس في اللي مكتوب، شراء 1400 وحدة من الصنف ب، سعر الوحدة 10 جنيه من المورد سامح هاش. لما نضرب 1400 وحدة في ال10 جنيه اللي هو سعر بيع سعر شراء الوحدة الواحدة، يبقى الناتج 14000 جنيه تمن المشتريات. احنا بنقول شراء، يبقى انا هنا بشتغل على ايه؟ على يومية المشتريات. اليومية الفرعية هنا تبقى يومية المشتريات. يوم 3 يناير حصل عندي عمليتين، العملية الأولى سداد قيمة مصروفات سفر وانتقال تعادل 1000 جنيه تم سدادها من خزينة المصروفات النثرية. يبقى المبلغ ده هيؤثر على اللي هو ال1000 جنيه، يؤثر على يومية المصروفات النثرية. آخر عملية تسديدات، تسديدات يعني ايه؟ يعني دفعنا لمين؟ للمورد مبلغ 16000 جنيه بشيكات، دفعناه له، ما احنا بندفع يا نقدا يا اما عن طريق البنك. دفعنا 16000 جنيه، لما ادفع يبقى هيأثر على يومية اسمها ايه؟ يومية المدفوعات. يبقى لما نعيد تاني ال5 عمليات دول لازم تركز كويس قوي ايه هي اليوميات الفرعية اللي بنستخدمها لكل بيان من دول. اول بيان شراء 1000 وحدة، يبقى هتكلم على يومية المشتريات. البيان التاني سداد قيمة أدوات كتابية من خزنة المصروفات النثرية، يبقى أنا بتكلم على يومية الخزنة بتاعة المصروفات النثرية. نمرة 3، شراء 1400 وحدة، يبقى أنا هتكلم على يومية المشتريات. نمرة 4، سداد قيمة مصروفات سفر وانتقال من خزنة المصروفات النثرية، يبقى أنا بتكلم على يومية المصروفات النثرية.
نمرة خمسة تسديدات للموردين، يعني مدفوعات للموردين، يبقى أنا بتكلم على يومية المدفوعات. عشان كده لما تقرأ المسألة وتقرأ المطلوب كويس، من ترجمتك لقرايتك لبيانات المسألة تقدر تحل المطلوب. هو المطلوب هنا كام حاجة؟ حاجتين، إن أنا أسجل العمليات السابقة في دفاتر اليوميات الفرعية، وهو محدد لي اليوميات الفرعية اللي هعمل لها جداول، جدول ليومية المشتريات، جدول ليومية المدفوعات، وجدول ليومية خزينة المصروفات النسرية. يبقى دي اليوميات الفرعية بس اللي هو عاوزها، هو في يوميات فرعية كتير بس أنا اللي يهمني التلاتة دول بس. نمرة اتنين في المطلوب إعداد القيود بتاعة اليومية العامة اللي هي اليومية المركزية. يبقى بعد ما هنعمل اليوميات الفرعية التلاتة اللي مطلوبين قدامي، مشتريات، مدفوعات، مصروفات نسرية، بعد ما نعملهم نعمل القيود بتاعة اليومية العامة أو اليومية المركزية. كلنا معانا البيانات السابقة وعرفنا إن في 5 عمليات تمت، كل عملية بتأثر على يومية من اليوميات الفرعية. نبدأ بالشكل الأول وهو يومية المشتريات. الحل، أول دفتر هنعمله دفتر يومية المشتريات. هنلاحظ في الدفتر ده بيتكتب فيه أعمدة تمثل بيانات معينة، المبلغ والكمية والسعر والصنف اللي أنا اشتريته اسمه إيه، والمورد اللي أنا اشتريت منه، وتاريخ العملية اللي تمت فيها خلال الفترة. طبعا إحنا بناخد بيانات مبسطة، لكن في المستشفى بيبقى بيانات متعددة عن الفترة، عن فترة طويلة. طب نقرأ كده، لو أنت بصيت على خانة التاريخ ارجع كده لبيانات المسألة، هتلاقي إن يوم 1 يناير إحنا اشترينا 1000 وحدة من الصنف ألف بسعر الوحدة الواحدة، تمن شراها كان 6 جنيه، واشتريناها من المورد اللي اسمه أحمد عبد رب. يبقى إحنا هنيجي على العمود اللي هو بتاع الكمية وأكتب 1000 وحدة. السعر اللي هو سعر الوحدة الواحدة، سعر شراء الوحدة الواحدة كان 6 جنيه، والصنف كان ألف، واسم المورد كان أحمد عبد رب، والتاريخ بتاعها كان يوم 1 يناير. ولما نضرب الكمية في السعر، يعني الـ1000 وحدة كمية في السعر 6 جنيه، يطلع المبلغ 6000 جنيه. هنلاحظ إن في عملية تانية في بيانات المسألة اللي هي بتاريخ يوم 2 يناير، حصلت عملية شراء تانية، عشان كده برضو أثرت على دفتر يومية المشتريات، دفتر يومية فرعي. البيان ده اسمه إيه بقى؟ إن إحنا اشترينا 1400 وحدة من المورد سامح هاشم، سعر الوحدة 10 جنيه، وكان من الصنف ب. هنكتب البيانات دهيت وهنضرب الـ1400 وحدة ككمية، عدد وحدات يعني، هنضربها في سعر بيع، في سعر شراء الوحدة الواحدة، دي يومية مشتريات. يبقى 1400 في 10 يطلع الناتج 14000 جنيه. يبقى لما أجي أقول إن دفتر يومية المشتريات خلال الكام تاريخ المعطيين في المسألة كان مديلي عمليات مشتريات الإجمالي بتاعها كان 6000 جنيه، زاد ال 14000 جنيه، طلع الإجمالي 20000 جنيه. طب هستفيد من ال 20000 جنيه دي في إيه؟ لما أجي أعمل المطلوب التاني في المسألة اللي هو اليومية العامة، قيود اليومية المركزية العامة، دي لما نوصل لها في الآخر. يبقى البيان بتاع يومية المشتريات رقم ال 20000 جنيه ده لازم ابقى واخد بالي ان انا هستخدمه لما اجي اعمل المطلوب التاني، اكتبه على جنب كده ان يومية المشتريات وصلنا فيها ان اجمالي قيمة المشتريات المبلغ بتاعها يعادل 20000 جنيه. هو طلب في المطلوب الاول كام يومية فرعية؟ 3، يومية مشتريات، يومية ال طلب 3 حاجات، يومية المشتريات، يومية المدفوعات، ويومية المصروفات النثرية. هندخل على المطلوب الثاني ان انا اعمل يومية المدفوعات. يومية المدفوعات بيبقى شكل الجدول بتاعها كده، خانة للمبلغ بتاعنا وبنكتب عليها دائن ليه، لان احنا عارفين ان المدفوعات يعني النقدية اللي بتدفعها الشركة او المستشفى، النقدية اللي بتدفعها اي شركة او اي مستشفى بيبقى نقص في الاصل من الاصول، والاصل طبيعته مدين، لما ينقص اخليه في الطرف الداين. طب احنا قاسمين الخانة بتاعت المبلغ لعمودين، خزينة وبنك، ليه؟ لان ممكن اسدد الفلوس اللي عليا عن طريق يا اما الخزنة بتاعت المستشفى، يا اما ان انا بمضي على نفسي شيك وبيتحول انه يتصرف من احد البنوك.
يبقى طريقة المبلغ هو مبلغ دائم، يعني هيدفع المبلغ ده، يعني الأصل ده هيقل، والأصل لما يقل اللي هو طبيعته مدين، لما الأصل يقل أخليه في الطرف الدائم، بقسم الخانة دهيت يا إما خزينة يا إما بنك، يعني هدفع عن طريق الخزنة الداخلية في المستشفى، ولا هدفع عن طريق الشيكات بتاعة البنك. طيب هل بقى بدفع إيه سبب إن أنا بدفع؟ هل إن أنا بدفع عشان أنا كنت شاري بضاعة، ولا بدفع عشان كان عليا ديون لأحد الموردين، ولا بدفع لأن ده مصروف زي مصروفات الأجور أو خلافه، ولا في عندي مصروفات متنوعة بدفعها؟ عندي أنواع كتير بنسميها طريقة السداد أو سبب إن أنا بدفع الفلوس دي إيه. فإحنا بنرجع لبيانات المسألة، من الخمس بيانات اللي معطاه في المسألة هنلاحظ إن ما عنديش بيانات اللي بتتكلم على المدفوعات غير البيان الأخير في المسألة اللي مكتوب فيه تسديدات للموردين بمبلغ 16,000 جنيه بشيكات. لما نقراها كويس قلنا تسديدات للموردين بمبلغ 16,000 جنيه، يعني المدفوعات اللي هندفعها للموردين، فهنسجلها في يومية المدفوعات. الموردين يعني إيه؟ يعني ديون على المستشفى. فهنيجي في خانة طريقة السداد عند العمود الخاص بالدائي نون اللي هم الموردين، ونكتب مبلغ 16,000 اللي هو في تاريخ يوم 3 يناير. وهو قال لي ايه في بيانات المسألة لو رجعت له؟ تسديدات للموردين 16,000 جنيه بشيكات، شيكات يعني عن طريق البنك مش عن طريق خزنة المستشفى، يبقى هكتب الرقم ده عند العمود بتاع البنك وليس الخزنة الداخلية. المطلوب الثالث، اليومية الثالثة، كان يومية خزينة المصروفات النثرية. هنلاحظ من بيانات المسألة إن هو اتكلم على إن نسدد بعض المصروفات. المصاريف دي فلوس إحنا بندفعها مش الإيراد، الإيراد دي فلوس أنا بقبضها. أنا دلوقتي بتكلم على إيه؟ مصروفات، يعني فلوس إحنا بندفعها. لو رجعنا لبيانات المسألة كويس قوي، الخمس بيانات المعطاة في المسألة، هتلاقي فيه بيانين معطيين في المسألة بيتكلموا إن تم سداد مصروفات من خزنة، هو كاتبها باللفظ كده، خزينة المصروفات النثرية. فالبيانين اللي موجودين في المسألة اللي بيتكلموا عن خزينة المصروفات النثرية هنعمل منها دفتر نسميه دفتر يومية خزينة المصروفات النثرية. شكل الدفتر ده بسيط جدا، مبلغ مدين ودائن، ايه الاوجه الانفاق اللي انت صرفتها في المصروفات النثرية، وهو التاريخ اللي انت هتسجله. طب نرجع لبيانات المسألة الخمس بيانات كده، هتلاقي ان في يوم 1 يناير مكتوب كده تم سداد مبلغ 2000 جنيه عن ادوات كتابية من خزينة المصروفات النثرية. يبقى هاجي على العمود بتاع الادوات الكتابية وهكتب ال2000 جنيه. طب ال2000 جنيه احنا اتفقنا لما بدفع فلوس بيحصل ايه للنقدية؟ النقدية بتقل، النقدية اصل من الاصول، الاصول طبيعتها مدينة، لما نقصها خليها في الطرف الدائن، فاجي في خانة المبلغ تحت العمود اللي مكتوب عليه دائن واكتب ال2000 جنيه. طيب في بيان تاني يوم 3 يناير بنفس الفكرة، برضه سداد مبلغ من خزينة المصروفات النثرية، بس لو قريته يوم 3 يناير كده هتلاقيه عن ايه؟ عن مصروفات السفر والانتقالات. مصروفات سفر وانتقالات في المسألة كانت ب 1000 جنيه يوم 3 يناير، هنكتبها في أوجه الإنفاق تحت عمود سفر وانتقالات، والمبلغ الدائن طبعا لأن المبلغ ده تم سداده وهو أصل من الأصول، لما بدفع النقدية تقل أكتبها في الطرف الدائن. طب امتى يتكتب في الطرف المدين ده؟ لو انا ايه ببدا احول فلوس للخزنه بتاعه المصروفات النثريه، دي مش علينا دلوقتي. طب ايه الاعمده اللي احنا بنعملها لاوجه الانفاق؟ اوجه الانفاق عندي ادوات كتابيه، سفر وانتقالات، مصروفات للبريد، مصاريف متنوعه. هو هيوضح لك في المساله ايه هي نوع الانفاق اللي انت بتحدده وبيتصرف من خزنه المصروفات النثريه. احنا كده خلصنا المطلوب الاول. طبعا كده المصروفات النثريه الاجمالي بتاعها كام؟ تم سداد حتى الان 3000 جنيه، 2000 ادوات كتابيه و1000 سفر وانتقال. كده خلصنا المطلوب الاول اللي هو اعمل يوميه المشتريات، نمره 2 يوميه فرعيه خاصه بالمدفوعات، نمره 3 يوميه فرعيه خاصه بالمصروفات النثريه. طب المطلوب الثاني، المطلوب الثاني في المسألة إعداد قيود اليومية
العامة، قيود اليومية العامة في اليومية المركزية. قيود اليومية العامة تعتمد على حلك في المطلوب الأول. أنت المطلوب الأول عملت كام ناتج ليك؟ لو رجعت للثلاث يوميات الفرعية اللي أنت عملتهم هتلاقي في يومية مشتريات الإجمالي الأخير طلع ب20,000 جنيه، في يومية مدفوعات اللي هي تسديدات للموردين كانت ب16,000 جنيه، وفي يومية مصروفات نسرية كانت ب3,000 جنيه، اللي هم ال2000 اللي هم البيان الأول وال1000 التاني البيان التاني، مجموعهم 3,000 جنيه. يبقى أنا عندي 3 يوميات يطلع لي منهم 3 نواتج. طب نستخدم الكلام ده في إعداد قيود اليومية العامة. نبدأ القيد الأول، هنعمل زي ما عملنا 3 يوميات فرعية، هعمل 3 قيود عامة في اليومية المركزية. هعمل كام قيد؟ 3. القيد الأول اللي هو ال20,000 قيمة المشتريات، لو رجعت لليومية الفرعية اللي أنت لسه عاملها، كانت أول يومية فرعية عملناها كانت يومية المشتريات، كان فيها القيمة الإجمالية اللي تحت في اللي كانت المجموع كانت 20,000 جنيه. أنت اشتريت مرتين، مرة لما اشتريت ب6,000 جنيه، ومرة لما اشتريت ب14,000 جنيه. لما اجمع ال6,000 وال14 طلعوا ال20,000، ده اللي احنا عملناه في اليومية الأولانية، يومية المشتريات الفرعية. يبقى الإجمالي كان 20,000. يبقى لما هاجي أعمل قيود اليومية العامة، قيود اليومية المركزية، هكتب إن المشتريات ب20,000 جنيه. طب أفهم قيود المشتريات إزاي؟ هي المشتريات طبيعتها مدينة ولا دينة؟ المشتريات طبيعتها مدينة، المبيعات هي اللي طبيعتها دينة. يبقى القيد هيقول من حساب المشتريات ب20,000 جنيه. طب انت اشتريت وما دفعتش الفلوس، اصبحت ديون على المستشفى لاصحاب المشتريات ده، هي الديون اللي علينا، الالتزامات اللي علينا بتسجل في الطرف الدائن الى حساب اجمالي الدائنين. يبقى قيد اليومي في حالة شراء اي اصناف وعدم سداد قيمتها، يبقى من حساب المشتريات في الطرف المدين الى حساب اجمالي الدائنين بقيمة ال20,000 اللي احنا وصلنا لها من يومية المشتريات الفرعية. طيب اليومية التانية في الترتيب كانت يومية ايه؟ المدفوعات. كان الرقم اللي مذكور في يومية المدفوعات كان رقم واحد بس، اللي هي يومية المدفوعات كان فيها رقم واحد بس اللي هو 16,000 جنيه تسديدات الموردين بشيكات. ونلاحظ هنا الموردين اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هم اسمهم ايه؟ دائنين. وانا بعمل ايه؟ بسدد قال لي بالشيكات، يعني بسدد عن طريق البنك مش عن طريق الخزنة. هنسجل القيد ده ازاي في قيد اليومية العامة؟ ال16,000 جنيه طالما هسدد يحصل ان انا بدفع، يحصل ان حسابي في البنك بيقل، حساب البنك اصل من الاصول طبيعته مدينة، لما ينقص يبقى هكتبه في الطرف الدائن، عشان كده كتبنا الى حساب النقدية بالبنك يبقى في الطرف الدائن. طب وانا بدفع ليه؟ لان الديون اللي عليا انا عاوز اسددها. الديون اللي عليا كان طبيعتها اساسا تبع الالتزامات في الطرف الدائن، لما ادفعها خلصت الديون اللي عليا، يبقى الغي الديون اللي عليا، يبقى سجلها في الطرف المدين. عشان كده بنكتب من حساب اجمالي الدائنين الى حساب النقدية بالبنك. يبقى الديون اللي علينا تم الغائها في مقابل ان احنا سددناها عن طريق البنك. يبقى ال16,000 جنيه اللي كانت متسجلة في يومية المدفوعات تم سدادها عن طريق البنك، سددت من حساب اجمالي الدائنين الى حساب النقدية بالبنك. اليومية الاخيرة من اليوميات الفرعية كان اسمها يومية المصروفات النثرية. يومية المصروفات النثرية دهيت كان فيها رقمين، رقم خاص بالأدوات الكتابية ورقم خاص بمصروفات السفر والانتقال. المصروفات طبيعتها مدينة، احنا سجلنا الأدوات الكتابية ب2000 والمصروفات السفر كانت ب1000، يبقى مجموع المصروفات اللي تم سدادها من خزنة المصروفات النثرية كان 3,000 جنيه. المصروفات طبيعتها مدينة، يبقى هنقول من حساب مصروف الأدوات الكتابية ومن حساب مصروفات السفر 1,000 جنيه، مجموع الرقمين دول 3,000 جنيه هندفعهم وأنا بدفع من الخزنة، يعني بدفع من الأصل
يعني الأصل بتاعي بيقل، الأصول بتاعة الشركة والمستشفى انخفضت، الأصول طبيعتها مدينة، لما تقل خليها في الطرف الداين، يبقى هكتبها إلى حساب خزينة المصروفات النثرية لأنها أصل من الأصول، والأصول بتاعتها انخفضت طبيعتها مدينة، لما تقل خليها داين. عاوزين ناخد تمرين مشابه كده، التمرين اللي فات ده خلص، عاوزين ناخد تمرين مشابه للتمرين ده ونشوف بقى هل في يوميات تانية ممكن نسجلها ولا لا. تمرين: تمت العمليات التالية في إحدى المستشفيات، كان برضو 5 عمليات في 1 يناير و2 يناير و3 يناير. هنلاقي 1 يناير في عملية جديدة اسمها دفعات مقدمة من المرضى متحصلات نقدا، يعني هنا واضح جدا ان المريض دفع للمستشفى، يبقى المستشفى هنا قبضت فلوس ب40,000 جنيه، يبقى البيان اللي هو دفعات مقدمة من المرضى دي هتأثر على اهم يومية بقى. هنا انا بقبض هنا كمستشفى، يبقى هنا يومية المقبوضات اللي هي المتحصلات. نمرة 2: سداد قيمة مصروف بريد 500 جنيه من خزينة المصروفات النثرية. الكلام واضح اهو، ان انا المبلغ ده هدفعه من خزنة المصروفات النثرية، هيحصل ايه؟ هتأثر على يومية المصروفات النثرية. يوم 2 يناير حصل رقمين للايه؟ بيانين يوم 2 يناير. 2 يناير نمرة 1: مدفوعات للأجور تعادل 30,000 جنيه نقدا. هدفع مرتبات وأجور للعاملين والموظفين في المستشفى ب30,000 جنيه نقدا. هدفع، يبقى النقدية بتاعتي هتقل، يبقى هتأثر على يومية يطلق عليها يومية المدفوعات. نمرة 2: في يوم 2 يناير سداد قيمة مصروفات متنوعة 800 جنيه من خزينة المصروفات النثرية. واضح جدا اهو ان انا بتكلم على يومية خزينة المصروفات النثرية. يوم 3 يناير حصلت عملية واحدة بس متحصلات نقدية من الكافيتيريا 15,000 جنيه، يعني في إيراد دخل للمستشفى من الكافيتيريا اللي داخل المستشفى بمتحصلات نقدية ب15,000 جنيه، يبقى هنا هتأثر على يومية إيه؟ بيقول لي متحصلات يعني مقبوضات، يبقى أنا بتكلم على يومية المقبوضات. يبقى نرجع نبص تاني على البيانات مرة تانية. نمرة 1: دفعات مقدمة من المرضى، يعني المستشفى قبضت فلوس من المرضى، يبقى دي يومية المقبوضات. نمرة 2: سداد قيمة مصروفات بريد خزنة مصروفات نثرية، يبقى يومية المصروفات النثرية. يوم 2 يناير كان في مدفوعات للأجور 30,000 جنيه، يبقى هكتب جنبها يومية المدفوعات. نمرة 4: سداد قيمة مصروفات متنوعة من خزنة المصروفات النثرية 800 جنيه، يبقى ده يومية المصروفات النثرية. آخر بيان: متحصلات نقدية من الكافيتيريا 15,000 جنيه، يبقى هكتب جنبها يومية المقبوضات. يبقى أنا قدرت أعرف ال5 بيانات دول أثروا على أهنو يوميات. هتلاحظ إنها أثرت على يومية مقبوضات، يومية مصروفات نثرية، وفي بيانات أثرت على يومية المدفوعات. يبقى المطلوب بتاعنا كالآتي: نمرة 1: تسجيل العمليات السابقة في دفاتر اليوميات الفرعية. طلب مني 3 يوميات، اقراهم كويس أوي، دول اللي هنعملهم، مش هنعمل أي يوميات تانية. يومية المقبوضات، يومية المدفوعات، يومية خزينة المصروفات النثرية. يبقى مطلوب مني كام يومية هنا؟ مقبوضات، مدفوعات، مصروفات نثرية. وبعدين بعد ما اخلص المطلوب الاول واطلع النواتج، هاخد النواتج دي واعمل منها قيود اليوميه العامه. هي نفس المساله اللي فاتت، بس المساله اللي فاتت كان مطلوب مني يوميات فرعيه تانية، كان مطلوب هناك في المساله الاولى كان مطلوب مني مشتريات ومدفوعات وخزينه مصروفات نثريه. يبقى انا اقرا المساله كويس قوي عشان اعرف انا مطلوب مني اهنو يوميات فرعيه. في المساله اللي قدامنا دلوقتي مطلوب يوميه المقبوضات يعني الفلوس اللي بحصلها، يومية المدفوعات يعني الفلوس اللي بتدفعها المستشفى، يومية خزينة المصروفات النثرية. هنبدأ الحل بأول يومية فرعية. اليومية الأولى هي يومية المقبوضات. يومية المقبوضات هتلاحظ إن إحنا قبضنا رقمين. لو رجعنا ليوم 1 يناير هتلاقينا قبضنا دفعات محصلة من المرضى بقيمة 40,000 جنيه، ده يوم 1 يناير. يعني قبضنا فلوس من المرضى اللي عملوا كشوفات و
تحاليل وخلافه داخل المستشفى، قبضنا منهم كمستشفى 40,000 جنيه. يبقى اقبض، يبقى المبلغ بتاعي في البنك في الخزنة بيزيد ب40,000 جنيه. وطبعا طالما بحصل يبقى الاصل من الاصول اللي هو النقدية زادت، والاصول طبيعتها مدينة، لما تزيد تفضل مدينة. عشان كده كتبنا في العمود بتاع المبلغ مدين برقم 40,000 جنيه. هو قال تم تحصيلهم نقدا، يبقى هنكتبها عند عمود الخزينة. لكن لو قال تم تحصيلهم عن طريق البنك، كنا هنكتبها عند خانة البنك. وفي المصادر بتاعة التحصيل، احنا حصلنا الفلوس دي منين؟ هل من المرضى ولا من الصيدلية ولا من الكافيتيريا ولا من مصادر اخرى؟ احنا حصلناها من المرضى، يبقى هنكتبهم من المرضى عند العمود الاول ب40,000 جنيه. طب العملية التانية، لو رجعت البيانات المسألة هتلاقي يوم 3 يناير تم تحصيل مبلغ برضو نقدا من الكافيتيريا ب15,000 جنيه، نقدا من الكافيتيريا. قبضنا، حصلنا، النقدية زادت، أصل من الأصول طبيعتها مدينة، لما تزيد أكتبها مدينة. حصلناها نقدا، يبقى هكتبها عند عمود الخزنة، وهكتبها عند عمود الكافيتيريا كإيراد للكافيتيريا. مجموع الرقمين اللي حصلناهم يوم 1 يناير و3 يناير اللي هي يومية المقبوضات دهيت، حصلنا 40,000 و15,000، مجموعهم 55,000 جنيه. اليومية التانية اللي كانت مطلوبة في المسألة يومية المدفوعات، شكل يومية المدفوعات لسه عاملينها في المسألة اللي فاتت. فلوس بدفعها، يبقى المبلغ هنا اللي هيدفع هينقص قيمة الأصول بتاعة المستشفى. لما أصول المستشفى تقل، وهي أصل من الأصول اللي طبيعتها مدينة، لما نقصها خليها دينة. هو قال لي إحنا دفعنا أجور ومرتبات للعاملين يوم 2 يناير، دفعنا مبلغ 30,000 جنيه، ده معطف بيانات المسألة. لما المستشفى تدفع، يبقى في يومية المدفوعات هتيجي عند طريقة السداد، وتيجي عند خانة وتكتب فيها خانة الأجور، وتكتب 30,000 جنيه. أنا يهمني تكتب الخانة اللي عليها المبلغ، بقية الخانات مش مهمة لأنها ما عليهاش أي بيان في المسألة، يبقى إنها هتسيبها فاضية. طب دفعنا ال 30,000 جنيه المرتبات والأجور دي، دفعناها نقدا ولا عن طريق البنك؟ هو قال في المسألة دفعناها نقدا، يبقى هسجلها عند عمود الخزنة مش عند عمود البنك. اليومية الثالثة اللي مطلوبة في المسألة يومية فرعية، يومية الخزينة بتاعة المصروفات المصرية، ودي شكلها أخدناها في المسألة اللي فاتت. كان فيها يا إما أدوات كتابية، يا إما سفر وانتقالات، يا إما بريد، يا إما مصروفات متنوعة. لو رجعنا لبيانات المسألة هنلاقي إن يوم 1 يناير ويوم 2 يناير حصل بيانين تم سدادهم من خزينة المصروفات المصرية. واحد كان بيتكلم على مصروفات بريد يوم 1 يناير، والتانية كانت يوم 2 يناير إننا سددنا مصروفات متنوعة ب 800 جنيه. يبقى واحد هسجله في مصروفات البريد، والتانية هسجلها عند العمود المصروفات المتنوعة. وبما إن المبالغ ده هي بتسدد، يبقى أنا هاجي في مبلغ الدائن وأكتب المبلغ في الطرف الدائن، أصل من الأصول بتقل تتسجل في الطرف الدائن. هنلاحظ كده قبل ما أدخل على المطلوب التاني اللي هو اليومية العامة أو المركزية، هنلاحظ كده في الثلاث يوميات الفرعية دول، فكروني كده كتبنا كام يومية فرعية. يومية المقبوضات كان الإجمالي بتاعها كان 55,000 جنيه، يومية المدفوعات اللي احنا لسه دافعين فيها أجور ومرتبات ب30,000 جنيه، ويومية خزينة المصروفات المصرية اللي فيها رقمين 500 و800، يعني 1300. التلات أرقام دول هنستخدمهم، اللي هو المقبوضات والمدفوعات والمصروفات المصرية، هنسجل التلات أرقام دي في المطلوب التالت اللي هو مطلوب إعداد قيود اليومية العامة. قيود اليومية العامة هنعمل ثلاث قيود للثلاث يوميات اللي احنا عملناهم. القيد الأولاني احنا بنقول في يومية المقبوضات حصلنا 55,000 جنيه، لما حصل يحصل لي النقدية بتزيد، النقدية لما تزيد أصل من الأصول طبيعتها مدينة، لما تزيد أخليها زي ما هي في الطرف المدين. عشان كده كتبنا من حساب النقدية بالخزنة 55,000 جنيه. جبنا منين ال 55,000 جنيه ده؟ هي الرقم الإجمالي اللي كان موجود في يومية المقبوضات. طب ال 55,000 جنيه دول جم منين؟ لو بصيت على يومية المقبوضات هتلاقي إن الرقم كان رقمين، ال 55,000 ده كان عبارة عن رقمين، 40,000
لما احنا حصلنا فلوس من المهر ده، و15 ألف لما حصلنا فلوس إيراد للكافيتيري. يبقى ال40 ألف كان فلوس على المرضى، يبقى تعتبر كان ديون لمصلحتنا واحنا حصلناها. الديون اللي لمصلحتنا بنسميها اجمالي المدينين اللي هو المرضى، لو عايز تكتبها المرضى مباشرة. يبقى الفلوس دي حصلناها من المرضى، ديون كانت عليهم وتم سدادها بالنسبة لهم، يعني احنا حصلناها وتم تحصيلها في الخزنة. يبقى هلغي الديون اللي على المرضى، يبقى هكتبها الى حساب اجمالي المدينين او الى حساب المرضى. المبلغ الثاني اللي تم تحصيله كان مبلغ عبارة عن 15 ألف جنيه حصلناه من الكافيتيريا. الكافيتيريا دي تابعة للمستشفى، يبقى المبلغ اللي بيتم تحصيله ده بيمثل إيراد للمستشفى من القسم اللي هو قسم الكافيتيريا، عشان كده بنسميه إيراد الكافيتيريا. طب الإيراد بتاع الكافيتيريا، الإيرادات طبيعتها دائنة، المصروفات هي اللي طبيعتها مدينة، يبقى القيد هيتسجل إلى حساب إيراد الكافيتيريا. يبقى مرة تانية، ال55 ألف جنيه جت من اليومية الأولى اللي هي يومية المقبوضات، اتسجلت ليه؟ لأنها في الطرف المدين، لأنها مقبوضات يعني متحصلات، أصل من الأصول طبيعتها مدينة، النقدية لما تزيد تفضل مدينة. طب المبلغ ال55 ألف كان متقسم لرقمين، 40 ألف فلوس حصلناها من المرضى يبقى إلى حساب إجمالي المدينين أو المرضى. ال15 ألف اللي هو المبلغ الثاني إيراد حصلناه من الكافيتيريا التابعة للمستشفى، فتمثل إيراد للمستشفى يبقى إلى حساب إيرادات الكافيتيريا عن قسم الكافيتيريا، والإيرادات طبيعتها دين. طب اليومية الثانية اللي عملناها، اليومية الفرعية الثانية، كان اسمها يومية المدفوعات. لو رجعنا لها كده بس نبص على الرقم الإجمالي اللي ظهر فيها، هنلاحظ إن الرقم كان عبارة عن 30 ألف جنيه مصروفات المرتبات والأجور اللي دفعتها المستشفى نقدا للعمال والموظفين في المستشفى. لما نقول كده بندفع مصروف، احنا لسه من شوية اهو، لسه من شوية قايلين ان الإيراد طبيعته داين والمصروف طبيعته مدينة. طب انا دلوقتي بتكلم على مصروف يطلق عليه مصروف ايه؟ الأجور والمرتبات. يبقى مصروف الأجور طبيعته مدين ب30 ألف جنيه، هنسجله في الطرف المدين من حساب مصروف الأجور. طالما أنا هدفع الفلوس دهيت، وقال في المسألة إن تم سداد الأجور نقدا يعني من خزنة المستشفى، تم سدادها، يبقى يحصل إن النقدية اللي موجودة في المستشفى هتقل. النقدية لما تقل، وهي أصل من الأصول، الأصول طبيعتها مدينة، لما تنقص أخليها في الطرف الداين، يبقى إلى حساب النقدية في الخزنة. يبقى القيد الثاني من حساب مصروفات الأجور، مصروف طبيعته مدين، إلى حساب نقدية بالخزنة لأن إحنا دفعنا، فتبقى في الطرف الداين. القيد الثالث لو تلاحظ المجموع بتاعه 1300 جنيه، ده القيد الخاص باليومية الثالثة اللي احنا عملناها، اللي هي يومية خزينة المصروفات النثرية اللي كان فيها رقمين من المصروفات، مصروف بريد ومصروفات متنوعة، واحنا دفعنا الفلوس دي من الخزنة اللي هي بتاعة المصروفات النثرية. بنفس الفكرة، هو المصروفات طبيعتها ايه يا شباب؟ طبيعتها مدينة. يبقى اقول من حساب مصروف البريد ومن حساب مصروفات متنوعة، واحدة ب500 واحدة 800 وفقا لبيانات المسألة. الرقمين دول تم سدادهم منين؟ من الخزنة. بس اهنو خزنة؟ خزنة المصروفات النثرية، خزنة تم السداد منها الخزنة يعني نقدية. حصل ايه في النقدية ده؟ هي قلت النقدية لما تقل اخليها في الطرف الداين لانها اصل من الاصول، طبيعتها مدينة، لما نقصها خليها في الطرف الداين، يبقى هكتبها إلى حساب خزنة المصروفات النثرية. يبقى كده خلصنا مسألتين على اليوميات الفرعية واليومية العامة. المسألتين دول نذاكرهم كويس، بيتكلموا على اليوميات الفرعية ويومية المركزية أو العام. نقرأ كويس المطلوب في المسألة، هل هو مطلوب مني يوميات فرعية بس، ولا قيود عامة، ولا القيود العامة واليوميات الفرعية، وأهم يوميات فرعية هي اللي مطلوبة مني، لأن أنا عندي أنواع كثيرة متعددة من اليوميات الفرعية، زي ما قلنا يومية المشتريات والمقبوضات والمدفوعات والمصروفات النثرية والمبيعات ومردودات المشتريات، حاجات كثيرة أنا يهمني منها بعض اليوميات الفرعية اللي احنا ذكرناهم في المسألتين رقم 1 و2. عاوزين ناخد مسألة
فكرة جديدة بقى، مش هتكلم على اليوميات الفرعية ولا اليومية العامة، عاوزين نحسب حاجة اسمها الأرباح اللي بتنشأ داخل المستشفى، يعني قائمة دخل مبسطة بس عن أقسام متعددة داخل المستشفى. يعني احنا عندنا قسم للصيدلية، قسم للعيادات الخارجية، قسم للغرف الداخلية للمرضى، أقسام قسم للكافيتيريا، قسم للتغذية. عاوزين نعرف هل الأقسام دي بتحقق أرباح ولا لا. مش هنتكلم عن يوميات دلوقتي، احنا هنتكلم عن قائمة دخل بتحقق لي الربح. الربح بيحسب ازاي؟ اولا بيحسب عن طريق ان انا بطرح التكلفة من الايرادات، يعني الايراد ناقص التكاليف يطلع صافي الارباح. طب مسألة بتقول بيانات عن قسم الصيدلية للمرضى في الفترة المحاسبية في سنة 2004، اول بيان ايراد المبيعات للمرضى ب 183 ألف، بعت ايرادات للمرضى، بعت أدوية للمرضى في قسم الصيدلية ده إيراد، يعني فلوس أنا بقبضها في المستشفى ب 183 ألف جنيه. نمرة 2، في خصم ومسموحات ب 23 ألف جنيه، معناها إن في خصومات قدرت إن أنا أديها للمرضى اللي هم غير قادرين على السداد، يبقى صافي الإيراد بتاعي ما بيبقاش ال 183 ألف، لأ بطرح منه المسموحات أو الخصومات اللي عملتها ب 23 ألف، يبقى كأن صافي الإيراد اللي هتحصل عليه قسم الصيدلية في المستشفى حاصل طرح الرقمين دول من بعض، يعني 160 ألف جنيه. هندخل بقى على بيان تاني خالص اسمه مرتبات وأجور ب 20 ألف جنيه. خلي بالك بقى هنا مش إيراد، أنا هنا بتكلم على إيه؟ مرتبات وأجور العاملين مثلا في قسم الصيدلية دول بدفع لهم خلال السنة 20 ألف جنيه. بيان تاني مزايا للعاملين 20 ألف جنيه. المزايا دي فلوس بندفعها للعاملين، يعني ايه؟ تمثل تكاليف على قسم الصيدلية. يبقى المرتبات والمزايا دي تكلفة. تكلفة الوجبات هي تكلفة برضو، يبقى تالت بيان عندي يبقى هو أول رقمين دول خاصين بالإيراد، لكن المرتبات والمزايا وتكلفة الوجبات دي تكاليف على قسم الصيدلية. تكلفة الوجبات ب 5000، مستلزمات طبية وأدوات ب 5000. نكمل بقية البيانات بتاعت المسألة، نركز بقى في البيان ده كده ايه؟ محاليل ومواد طبية دفعتها قسم الصيدلية ب 8000 جنيه، علما بأن ادالي بيان هناك 2000 جنيه محاليل ومواد طبية متبقية آخر الفترة 2000 جنيه. يعني احنا اشترينا في قسم الصيدلية مواد طبية ومحاليل ب 8000 جنيه، تبقى منها في آخر السنة 2000 جنيه، يبقى احنا استهلكنا قد ايه في الصيدلية خلال الفترة ده؟ هي استهلكنا محاليل ومواد طبية بالفرق ما بين ال 8000 وال 2000، يعني استهلكنا ب 6000 جنيه محاليل ومواد طبية، دي مستهلكة خلال الفترة. تاني، محاليل ومواد طبية اشتريناها في الفترة ب 8000 جنيه، هناك علم تاني بيقول لي ان في 2000 جنيه محاليل ومواد طبية متبقية اخر السنة، متبقية اخر الفترة، يعني لم تستهلك، يعني زي ما هي. يبقى خلال الفترة احنا استهلكنا قد ايه من ال 8000؟ 8000 ناقص ال 2000 اللي احنا ما استهلكناهمش، يبقى استهلكنا 6000 جنيه محاليل ومواد طبية. يبقى التكلفة بتاعتنا هنا مش ال 8000 بقى، التكلفة هنا بتاعتنا كام؟ 6000 جنيه، لأن ال 2000 الباقية في آخر السنة أنا ما جيتش ناحيتها، فضلت زي ما هي لم تستهلك. يبقى اللي هتدخل جوه قائمة الدخل أهنه ال 8000 ولا ال 2000 ولا ال 6000؟ لا، ال 6000 جنيه. يبقى أنا هقول إن المحاليل والمواد الطبية التي تم استهلاكها ب 6000 جنيه، هي دي المحاليل والمواد الطبية اللي هتدخل داخل قائمة الدخل. مهمات التشغيل 19 ألف جنيه، برضو نركز في اللي جاية دهيت، أدوات كتابية ومطبوعات ب 7000 جنيه، علما بأن هناك 2000 جنيه أدوات كتابية غير مستهلكة. يعني أنا اشتريت أدوات كتابية ومطبوعات ورقية ب 7000 جنيه، في 2000 جنيه فضلت غير مستهلكة في نهاية الفترة، يعني ما استهلكتش ال 7000 كلهم، يبقى انا استهلكت قد ايه من ال 7000؟ 5000 جنيه. نفس الفكرة اللي انا عملتها في المحاليل والمواد الطبية اللي هو البيان اللي قبل ده، كان المحاليل والمواد الطبية كانت ب 8، تبقى 2000، فانا استهلكت الفرق ما بينهم ال 6000. نفس الكلام في الادوات الكتابية، انا اشتريت ادوات كتابية ب 7000،
هناك 2000 أدوات كتابية غير مستهلكة ب 2000، يبقى الفرق ما بين ال7000 ناقص ال2000 يعني ال5000 جنيه دي هي الأدوات الكتابية والمطبوعات التي تم استهلاكها خلال الفترة، يبقى ال5000 جنيه دي هي اللي هستخدمها داخل قائمة الدخل، مش ال7000 ولا ال2000. تكلفة الملابس اللي بيستخدمها العاملين 7000 جنيه، مصروفات أخرى متنوعة 8000 جنيه. المطلوب في المسألة إن أنا أحسب صافي الربح أو الخسارة عن قسم الصيدلية عن الفترة بتاعة السنة دهيت اللي هي سنة 2004. الحل بتاعنا عاوزين نعمل قائمة إيرادات ومصروفات عن قسم الصيدلية. طبعا الأول في الأول بنتكلم على الإيرادات، نرجع لبيانات المسألة بقى بدقة كده. أول بيانين في المسألة كان عندنا الإيرادات والخصومات والمسموحات اللي كانت بتعطى للإيراد. الإيراد كان ب 183,000 جنيه، أنا عامل خصم للغير قادرين ب 23,000 جنيه، فأصبح صافي الإيراد لما أطرح الرقمين دول من بعض يطلع ب 160,000 جنيه. يبقى أول بيان بكتبه في قائمة الدخل أو قائمة الإيرادات والمصروفات عن قسم الصيدلية بكتب الإيراد، الإيراد هنا كان ب 183 ناقص الخصم والمسموحات يطلع الصافي ب 160,000 جنيه. بعد كده بقى عندنا بيان لكثير من المصروفات التي تم سدادها، بس ركز بقى في الأرقام اللي احنا شرحناها بالتفصيل. في أرقام هتتنقل مباشرة، زي ايه؟ ارجع لبيانات المسألة كده هتلاقي كلها مصروفات، كلها مدفوعات، كلها تكاليف الصيدلية تحملتها. أول تكلفة تحملتها كانت الأجور والمرتبات اللي دفعتها للعمال والموظفين، دفعنا 20,000 جنيه، فهنكتبها، يبقى هكتب المصروفات كده واخد خط. أول حاجة الأجور والمرتبات ب 20,000 جنيه، تحتيها كان في بيان في المسألة مزايا العاملين كانت ب 20,000، تحتيها كان في وجبات قدمت للعاملين ب 5,000، يبقى مجموع الأجور والمرتبات والمزايا كان مجموعها 45,000 جنيه، اللي هي 20,000 زائد 20,000 زائد 5,000. طب كان في بقى مصروفات أخرى متنوعة. أول مصروف عندي كان من المصروفات اللي دفعتها المنشأة الصيدلية يعني اللي هي المستشفى، كانت المستلزمات الطبية، كل البيانات دي موجودة في بيانات المسألة، كل البيانات دي في بيانات المسألة. مستلزمات طبية كانت معطاة في المسألة ب 5,000 جنيه. ركز معايا بقى في المصروف اللي جاي ده اسمه إيه؟ محاليل ومواد طبية مستهلكة. الرقم اللي مكتوب قدامك جوه القايمة كتبنا 6,000 جنيه، فكرني كده ال6,000 جنيه دي حسبتها ازاي من بيانات المسألة؟ لو رجعت لبيانات المسألة هتلاقي ان المحاليل والمواد الطبية كانت ب 8,000 جنيه، وكتب علما بأن هناك 2,000 جنيه محاليل ومواد طبية متبقية آخر الفترة ب 2,000 جنيه، فطرحنا ال8,000 ناقص ال2,000، فعرفنا ان احنا استهلكنا محاليل ومواد طبية خلال الفترة ب 6,000 جنيه، هو ده اللي يظهر في قائمة الإيرادات والمصروفات. يبقى المحاليل والمواد الطبية هكتب جنبها ايه؟ محاليل ومواد طبية مستهلكة ب 6,000 جنيه، اللي هي حاصل طرح 8,000 ناقص ال2,000. من ضمن المصروفات الأخرى مهمات التشغيل كانت ب 19,000. الأدوات الكتابية برضو فيها نفس الفكرة، الأدوات الكتابية هسجلها إيه؟ أدوات كتابية مستهلكة قيمتها هكتبها جوه القايمة ب 5,000 جنيه. هتهاري بقى من المسألة إزاي؟ ارجع لبيان المسألة هتلاقي إن الأدوات الكتابية المستهلكة مكتوبة إزاي في المسألة، 7,000 جنيه أدوات كتابية، وتبقى أدوات كتابية غير مستهلكة في آخر الفترة ب 2,000 جنيه. فعملنا إيه؟ طرحنا ال7,000 ناقص ال2,000، طلع إن الأدوات الكتابية اللي استهلكناها خلال السنة كانت ب 5,000 جنيه، وهي دي اللي هتظهر جوه قائمة الإيرادات والمصروفات. يبقى الأدوات الكتابية المستهلكة 5,000 جنيه هي حاصل طرح ال7,000 ناقص ال2,000 المعطيين في المسألة عن الأدوات الكتابية. البيان التالي بعد كده عن المصروفات الأخرى تكلفة ملابس العاملين، ملابس العاملين كانت معطاة ب 7,000 ومصروفات متنوعة كانت ب 8,000، مجموع من أول المستلزمات الطبية والمحاليل والمهمات التشغيل والأدوات الكتابية وتكلفة الملابس والمتنوعة، الست أرقام دول لما أجمعهم هيطلعوا ب 50,000 جنيه. طيب عندي رقم هنا ب 50,000 جنيه اللي هو ال 5,000 وال 6,000 وال 19,000،
وال5000 وال7000 وال8000 دول مجموعهم كده يساوي 50,000 جنيه. لما نجمع ال50,000 جنيه زائد البند اللي فوقيها اللي هو ال45,000 مجموع الأجور والمرتبات والمزايا، يطلع إن المجموع عندي يساوي 95,000 جنيه. ده قيمة المصروفات كلها، ده قيمة المصروفات كلها. يبقى احنا عندنا حتى الآن كده إن المصروفات كأنها اتقسمت لجزئين، المصروفات كأنها اتقسمت لجزئين، مصروف خاص بالأجور والمرتبات مجموعهم 45,000، ومصروفات أخرى اللي هم ال6 أرقام طلعوا ب50,000، اللي هو من أول المستلزمات الطبية لغاية مصروفات أخرى متنوعة. يبقى إجمالي المصروفات كلها يساوي 95,000 جنيه. طب لو طلعنا فوق أول الجدول ده، أول القايمة ده، هي كان صافي الإيرادات كان بكام؟ ال160,000. فكرني كده، ال160,000 دي جت منين؟ كانت ال183,000 ناقص ال23,000 اللي هو الإيراد ناقص المسموحات والخصم، طلعوا ب160,000. طب لما صافي الإيراد يعني الفلوس اللي بيقبضها قسم الصيدلية ب160,000، دفع مصروفات 95,000، يبقى في إيرادات جاية لي ب160 وفي مصروفات دفعينها ب95، يبقى الفرق بين الرقمين ال160,000 ناقص ال95,000 يطلع الفرق ما بينهم يمثل صافي الربح اللي حققه قسم الصيدلية ب65,000 جنيه. هي دي الأرباح اللي اتحققت، وهي أرباح مش خسائر. ليه؟ لأن الأرباح هنا بسبب إن الإيرادات الصافي بتاعها 160,000 أكبر من رقم المصروفات اللي هو 95,000. يبقى أنا محقق أرباح مش محقق خسائر. إمتى يبقى في خسائر؟ لو الإيرادات هي اللي طلعت أقل من المصروفات. لكن في المسألة ده هي صافي الإيرادات ب160,000 أكبر من مجموع المصروفات اللي ب95,000، يبقى في أرباح لقسم الصيدلية ب65,000 بالفرق بين الإيراد ناقص المصروف. عاوزين ناخد مسألة تانية بيتكلم برضو على عملية قياس الأرباح داخل الأقسام المتنوعة داخل المستشفى. مثال عن بيانات قسم الصيدلية في إحدى المستشفيات، ادالي مرتبات واجور. تلاحظ هنا ايه؟ ان انا بتكلم على دلوقتي، تشوف هل انا بتكلم على ايراد ولا تكلفه. المره دي هو بتكلم على تكاليف، تكلفه المرتبات والاجور، يعني مصروف 20,000 جنيه. تامينات اجتماعيه بتدفع عن العاملين في القسم ده 10,000 جنيه، يبقى معناها مصروف برضو. مكافآت للعاملين في قسم الصيدليه 5,000 جنيه. تكلفة الوجبات المقدمة للعاملين 5,000 جنيه، كل دي مصروفات. محاليل ومواد طبية 5,000، مديلي الرقم مباشرة إن المحاليل اللي استهلكت كانت ب5,000 جنيه. مستلزمات طبية وأدوية ب12,000 جنيه، كل دي مصروفات دفعها قسم الصيدلية. أدوات كتابية ومطبوعات ب4,000 جنيه، وتكلفة الملابس للعاملين 5,000 جنيه. يبقى حتى الآن كل البيانات اللي قدامي من أول المرتبات لغاية تكلفة الملابس تمثل تكاليف مصروفات دفعتها قسم الصيدلية، وكذلك مصروفات أخرى متنوعة ب4,000 جنيه. يبقى كل البيانات دهية تمثل بيانات عن قسم الصيدلية مصروفات دفعتها قسم الصيدلية. البيان اللي بعد كده في المسألة، إذا علمت أن، وإدالي بيانين إضافيين. قال يتم تحميل التكلفة بتاعت قسم الصيدلية، تلاحظ إن كل البيانات اللي فاتت كانت كلها إيه؟ تكاليف مصروفات. التكاليف اللي فاتت دي كلها لما نجمعها كده كلها على بعض، بيقول لي هتحملها على نمرة واحد، على قسم اسمه قسم المرضى، النمرة 2 قسم داخلي، نمرة 3 قسم التغذية، نمرة 4 أقسام أخرى. بنسب هو مديها لي 40%، 30%، 20%، 10% على التوالي. يعني المرضى هياخد نسبتها، قسم المرضى هياخد 40% من التكلفة، هيتحمل 40% من التكلفة. القسم الداخلي بتاع الغرف هيتحمل 30%، وقسم التغذية هيتحمل 20% من التكلفة، والأقسام الأخرى هتتحمل 10% من التكلفة. وهتلاحظ إن مجموع النسب دهيت لازم يبقى 100%، 40% زائد 30% زائد 20% زائد 10% يساوي 100%. وبيان تاني الدهولي، قال لي إجمالي إيرادات مبيعات الصيدلية، بس محددها لمين بقى؟ لقسم المرضى، مش للقسم الداخلي ولا التغذية ولا الأخرى. مديها لي 73,000، وفي خصم ومسموحات 8,000 جنيه. خلي بالك من البيان ده، بيقول لي إيراد مبيعات الصيدلية
عن قسم المرضى، يعني المقصود بيها قسم المرضى، يعني مش القسم الداخلي ولا قسم التغذية ولا الأقسام الأخرى زي البيان اللي قبليها. يبقى هنا المبلغ ده يخص قسم المرضى. المطلوب بقى إيه؟ هو كده إدالي بيانات عن التكاليف، وبيقول لي إنك هتحملها بأربع نسب، مديها لك، ومدي لك بيان عن الإيراد لقسم المرضى. مطلوب مني أعمل قائمة تكاليف بس، خلي بالك هنا بقى مش قائمة إيرادات ومصروفات، هو هنا طالب قائمة تكاليف، يعني هاخد كل التكاليف اللي في أول المسألة دي وأجمعها مع بعض، دي اسمها تكاليف قسم الصيدلية. نمرة 2، توزيع التكاليف على الأقسام المستفيدة. طب هوزعها بنسبة إيه؟ ما هو مديها لي أهو، لو أنت بصيت فوق شوية كده هتلاقي مدي لك نسب 40% و30% و20% و10%، يعني التكلفة اللي إحنا هنحسبها هنوزعها بنسبة 4 ل 3 ل 2 ل 1، اللي هي 40% و30% و20% و10%. نمرة 3، المطلوب الأخير إن أنا أحسب صافي الربح عن المرضى بس، وأكيد عشان أحسب صافي الربح يبقى هستخدم البيان نمرة 2 اللي نقراه مرة تانية كده، اللي هو إيراد مبيعات قسم المرضى كان ب 73,000 والخصم والمسموحات كانت ب 8,000 جنيه، يبقى لما هاجي المطلوب الثالث هستخدم البيان الخاص بالإيرادات. نبدأ الحل من الخطوة أو المطلوب الأول اللي هو قائمة تكاليف قسم الصيدلية. قائمة تكاليف قسم الصيدلية هي كل التكاليف اللي موجودة في المسألة من أولها لآخرها. من أول المسألة كان في مديني مصروفات، أجور، تأمينات اجتماعية، مكافآت، وجبات للعاملين، محاليل ومواد طبية، مستلزمات طبية، أدوات كتابية، تكلفة ملابس، ومصروفات متنوعة. لو انت نقلت البيانات دي كويس من بيانات المسألة وتكتبها داخل قائمة التكاليف، يبقى مجموع التكاليف ده هو دي التكاليف الخاصة بقسم الصيدلية. هو طالب مني ايه في المطلوب الأول؟ التكاليف أو المصروفات اللي دفعها قسم الصيدلية. دفع ايه؟ دفع أجور ومرتبات، تأمينات، مكافآت، وجبات عاملين، محاليل، مستلزمات طبية، أدوات كتابية، تكلفة ملابس، تكلفة مصروفات متنوعة. كل البيانات دي معطاة في بيانات المسألة، ننقلها بالترتيب: أجور ومرتبات ب 20,000، تأمينات ب 10,000، مكافآت ب 5,000، وجبات العاملين ب 5,000، مجموع الأربع أرقام دول طلعوا ب 40,000 جنيه. المصروفات الأخرى برضو تكاليف تانية بندفعها: محاليل ومواد طبية ب 5,000، مستلزمات طبية ب 12,000، أدوات كتابية ب 4,000، ملابس العاملين ب 5,000، مصروفات متنوعة ب 4,000. لما نجمع الخمس أرقام دول هيطلعوا ب 30,000 جنيه. يبقى أنا عندي نوعين من التكاليف، 40,000 و 30,000، يبقى الإجمالي 70,000 جنيه إجمالي تكاليف قسم الصيدلية. إجمالي تكاليف قسم الصيدلية مرة تانية، حسبنا إجمالي تكاليف قسم الصيدلية إزاي؟ ال 40,000 زائد ال 30,000. المطلوب الثاني في المسألة توزيع التكلفة على الأقسام المستفيدة. هو وضح لي كده إن عاوز المطلوب الثاني توزيع التكلفة على الأقسام المستفيدة. التكلفة اللي أنت لسه حاسبها في القايمة اللي فاتت، أنت مش جمعت القايمة كلها، طلع إن التكلفة 70,000 جنيه. هو بيقول لك بقى وزع التكلفة دي اللي هي 70,000 جنيه دي، وزعها على الأقسام المستفيدة. طب هوزعها بنسبة كام؟ ارجع للبيان اللي في المسألة اللي هو مكتوب فيه إذا علمت أن. هيوزع التكلفة على الأقسام المستفيدة بنسبة، هو ادالي أربع نسب: 40% و30% و20% و10%، وادالي أسماء النسب، الأسماء الأقسام ده هي. فأول قسم كان هياخد كان قسم المرضى، كان نسبته 40%. التكلفة دي جبتها منين اللي هي 70,000؟ جبتها من حلي للمطلوب الأول. القايمة دي لما أنا جمعتها وطلع القايمة كلها إن التكلفة ب 70,000، هضرب ال 70,000 في 40% يطلع الناتج 28,000. طب القسم الثاني 70,000 برضه بس في النسبة الثانية 30,000، 30% يطلع 21,000 جنيه. القسم الثالث اللي هو قسم التغذية 70,000 برضه في 20% يطلع 14,000 جنيه. والقسم الرابع اللي هي الأقسام الأخرى 70,000 في 10% يطلع 7,000 جنيه. يبقى احنا مرة تانية طريقة توزيع التكلفة على الأقسام المستفيدة عملناها إزاي؟ تلاحظ إن كتبنا نصيب كل قسم. الأقسام دي جبناها منين؟ من بيانات المسألة. ارجع لبيان المسألة هتلاقي كاتب فيه إذا علمت أن الأقسام قسم مرضى وقسم داخلي وقسم التغذية وأقسام أخرى هتوزع عليهم التكلفة. يبقى أنا هكتب كم معادلة؟ أربع أقسام، أربع معادلات.
هنوزع التكلفة، فين التكلفة؟ كلها 70,000 جنيه. جبت ال70,000 جنيه دي منين؟ جبناها من البيان اللي احنا عملناه في المطلوب الأول اللي هي قائمة التكاليف بتاعت قسم الصيدلية. لما وصلنا للمجموع النهائي في قائمة التكاليف طلع 70,000 جنيه، يبقى أنا هكتب في ال4 معادلات دول ال70,000 جنيه، هو ده الرقم بتاع التكلفة اللي أنا عاوز أوزعه. هوزعه بنسبة إيه؟ المعادلة الأولى ب40%، الثانية 30%، الثالثة 20%، والرابعة 10%. وال4 نسب دول جبناهم منين؟ من بيانات المسألة، معطاة في بيانات المسألة. اضرب بقى في باستخدام الآلة الحاسبة، 70,000 في 40 على 100 يطلع 28,000، 70,000 في 30 على 100 يطلع 21,000 جنيه، والثالثة 14,000 جنيه، والأخيرة 7,000 جنيه، ومجموعهم هو أكيد ال70,000 جنيه اللي أنت وزعتها. يبقى عملنا حل المطلوب التاني. خلي بالك بقى لما طلب المطلوب التالت قال لك أنا عاوز أعمل قائمة إيرادات ومصروفات لقسم الصيدلية فيما يخص المرضى بس. أنت لسه حالا من شوية لما وزعنا التكلفة عن قسم المرضى ضربنا 70,000 في 40%، طلع الناتج بتاع التكلفة 28,000 جنيه. تاني لما حسبنا في المطلوب نمرة 2 توزيع التكلفة على الأقسام المستفيدة، كان أول واحد فيها عن قسم المرضى. حسبنا الرقم بتاعها إزاي؟ ضربنا 70,000 في 40%، ده في المطلوب التاني، طلع الناتج 28,000 جنيه. هستخدم الرقم ده لما أجي أعمل قائمة الإيرادات والمصروفات بتاعة قسم الصيدلية فيما يتعلق بالمرضى. اقرأ كده، الإيراد هيبقى الأول ناقص المسموحات والخصومات. الرقمين دول جبناهم منين؟ ال 73,000 اللي هو الإيراد ناقص المسموحات 8,000 يطلع إن صافي الإيرادات 65,000 جنيه. الفرق بين الرقمين دول هو صافي الإيراد، والرقمين دول معطيين في بيانات المسألة في الجزء اللي هو إذا علمت أن، ده كان في بيان المسألة. إجمالي الإيرادات كان ب73,000 معطى في المسألة، والمسموحات كانت ب8,000 معطى في المسألة، دول كانوا عن قسم المرضى، يبقى الفرق ما بينهم يمثل صافي الإيراد ب65,000 جنيه. طيب الإيرادات عشان نقدر نوصلها الأرباح لازم أطرح التكاليف، بس أنا بتكلم عن هنا عن أهل قسم الصيدلية فيما يتعلق بالمرضى، يعني ما ينفعش ياخد كل التكاليف اللي كانت في المسألة. أنا هاخد التكلفة اللي احنا عملناها في المطلوب نمرة 2 لما وزعنا التكلفة على الأقسام بنسبة 40% و30% و20% و10%، هاخد البيان الخاص بالمرضى فقط، قسم المرضى اللي هو كان ال 40% لما ضربناها في 70,000 طلع الناتج 28,000 جنيه. يعني لو رجعت لحلك في المطلوب نمرة 2 أول سطر أول معادلة أنت كتبتها اقراها كده، تكلفة قسم الصيدلية عن المرضى كانت تساوي 70,000 في 40% طلع الناتج 28,000، هي دي اللي هستخدمها هنا داخل القايمة. يبقى ال 28,000 اللي داخل القايمة ده جبناها منين؟ من حلك للمطلوب التاني. أطرح بقى صافي الإيرادات اللي هي 65,000 جنيه ناقص التكلفة اللي هندفعها 28,000 جنيه، يبقى فيما يتعلق بالمرضى الصيدلية حققت أرباح 37,000 جنيه. يبقى صافي الربح ده اتحقق مرة تانية ازاي؟ عن طريق ان انا طرحت صافي الايراد، طرحت التكلفة من صافي الايراد، يعني 65,000 ناقص ال 28,000 طلع الناتج صافي ربح الصيدلية. صافي الايراد ده ال 65,000 جبناه ازاي؟ ايرادات ناقص خصم ومسموحات، والرقمين دول معطيين في المسألة. أما تكلفة الصيدلية فيما تتعلق بالمرضى اللي هو حسابها كان 28,000 جنيه تكاليف دفعناها، جبنا البيان ده منين؟ مش من بيانات المسألة، لأ جبناه من حلك للمطلوب التاني. أول خطوة في الحل في المطلوب التاني لما ضربنا 70,000 في 40% طلعت 28,000 جنيه، هي اللي استخدمناها هنا عن ما يتعلق بالمرضى. الفرق بين 65,000 ناقص 28,000 طلع 37,000 جنيه، أرباح الإيراد أكبر من التكلفة، يبقى فيه أرباح مفيش خسائر. والقايمة ده هي تقريبا قايمة مبسطة من شبه المسألة اللي فاتت اللي هي قبل دي مباشرة. كده احنا خلصنا فيما يتعلق بالمستشفيات جزء نظري مبسط كان في الأول،
ومسألتين اتكلمنا فيهم عن اليوميات الفرعية واليومية العامة المركزية، ومسألتين اتكلمنا فيهم عن قائمة الأرباح أو قائمة الإيرادات والمصروفات، وإزاي بنوصل لصافي الربح لقسم من أقسام المستشفى زي قسم الصيدلية. خالص تحياتي، شكرا وبالتوفيق بإذن الله.